مش محرر. فتحوا البوابة الخلفية للمسجد للساحة هاي على أساس يعني حجتهم إنهم إذا بفوتوا مواد للبناء لتصليح المحل هذا اللي استولى عليه هيك في ظروف غامضة يعني حجة إنهم شاروه. هذا هو المحل اللي عليه المشكلة اللي شرحنا لك شو قصته بالضبط. الحالة بنطلب إنه إن شاء الله إنه البلدية تفهم هذا الأمر وتحل المشكلة على أحسن ما يكون على أحسن صورة على أساس إنه تعطينا هذا المبنى شراء أو تعطينا إياه كمواطنين هنا لمسلمين للعبادة يعني يكونوا عبادتهم في على توسعة المحل يعني توسعة المسجد أو نشتري شري يعني ببساطة. هذا هو الحل الوحيد يعني إن شاء الله. لحد الآن لا بس يعني صار إشي خفيف مبارح إنهم يعني وعدوا يراجعوا حالهم في هذا الموضوع وإن شاء الله إنه يكون يعني نيتهم صادقة في هذا الباب.